أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع وياكم مع تكملة مواضيع اللغة الإنجليزية. راح أبدي اليوم بالدرس الأول اللي هي My toe is bleeding. Unit 1 Lesson 1 My toe is bleeding. عندنا كلمة toe معناها إصبع القدم. Is bleeding معناها ينزف. Bleed ينزف. Bleeding. Look at the pictures. انظر للصور. What minor health problems? Minor معناه ثانوي. Health problem مشكلة صحية. Health problems مشاكل صحية. Do you think each person is suffering from? تعتقد بأن كل شخص يعاني منها. عندنا سفر معناه يعاني. Suffer from يعاني من. Match what each person saying to the correct pictures. المطلوب أن توصل الجمل أو الأقوال مع الصور. بعدين راح بنهاية الصفحة راح تشوف الحلول، لأن أنا مو مهم يمي الماتشنج بالنسبة للامتحان الوزاري ما يجيبون صور ويا الماتشنج. الكلمات اللي مكتوبة باللون الأحمر لازم تحفظها، يعني ممكن نجيب مكانها بالسؤال الوزاري، ممكن نجيب مكانها فراغات. My shoulder hurts كتفي يؤذيني أو يؤلمني. I did it playing tennis. اوكي اذتني او المتني اثناء لعب التنس. طبعا هنا I did it while I was playing tennis، بس هي هم هاي همين صحيحه طبعا، يعني الوايل محذوف والاي was محذوفه همين. فعليك ان تحفظ الكلمات اللي مكتوبه باللون الاحمر. طبعا ممكن ان تحفظ ايضا hurts. My shoulder hurts. I burnt my finger. احرقت اصبعي. On the oven. على الفرن. Burnt. أصلها burn بدون تي، الماضي مالته بالتي. burnt my finger إصبعي on the oven. I've got a broken leg. I've got a broken leg يعني ساقي مكسورة. كلمة broke أصلها break. أصلها break. هسه راح أشوفكم بعدين بنهاية هاي الصفحة، يعني بالصفحة اللي بعدها راح أشوفكم أصل الكلمة، يعني أصل الفعل ماضيها والتصريف الثالث. I've got a broken leg لازم تعرفنا صفة. هاي broken معناها مكسورة. leg صفة للاسم leg. هذا موقع الصفة. من نشوف أي أو آن أو كلمات أخرى مرات قبل الفراغ وراء الفراغ اسم لازم تخلي هنا بالفراغ صفة. فهنا كلمة broken صحيح تصريف ثالث كلمة break، بس جاية صفة للاسم leg. I fractured it يعني كسر ساقي. In a motorbike accident في حادث دراجة نارية. I fractured تحفظ كلمة fractured تحفظ كلمة accident. I feel dizzy أشعر بدوار أشعر بدوخة. feel الماضي felt الماضي felt وتصريف الثالث أيضا felt، يعني ممكن أن يجيك بالامتحان I felt داش فراغ. I feel dizzy. I need to lie down أحتاج أن أستلقي. Five, I've got a pain. لدي ألم. In my knee. في ركبتي. It's really swollen. حقيقة إنها متورمة. I've got a terrible headache. لدي صداع شديد. Terrible شديد هنا. Can I have some painkillers? هل يمكن أن نحصل على مسكنات؟ Painkillers. احفظها. عفوا. Seven. I've got a sore throat. لدي احتقان بالحنجرة أو بالعوم. Sore throat. احفظها. A sore throat. It hurts so much. تؤذيني كثيرا. That I can't swallow. بحيث لا أستطيع أن أبتلع الطعام. Eight. I've got a temperature of 39. لدي حرارة of 39. 39 درجة. احفظ كلمة temperature. راح تشوفها طبعا الدرس التاسع موجود. منطيني اول حرف تي ومنطيني يو ار اي او تي يو ار اي، يعني المطلوب انت تكمل. يعني من تشوف 39 ما عندي اي باي مكان اخر بالكتاب 39 39 درجة، فتحتاج ان تكتب temperature اللي هي درجة الحرارة. 9. I have a very bad cold. لدي زكام شديد. cold هنا معناه زكام مو برد او زكام هنا يقصد. I can't stop sneezing. لا استطيع ان اتوقف عن العطاس. من يجي كلمة أو فعل بعد كلمة stop يكون عادة أو أغلب الأحيان
فعل منتهي بـ ing stop sneezing، احفظها يعني ما نشوف قبل الفراغ stop وتخلي بالفراغ فعل، احتاج ان تكون الفعل منتهي بـ ing. I need this bucket because I think، احتاج الى هذا السطر because I think I am going to be sick، سوف اتقيأ. كلمة sick معناها مريض، بس هنا معناها يتقيأ. I was sick، تقيأت. I was sick that تقيأت. ف I'm going to be sick، سوف اتقيأ. I've got a bad wrist، يعني لدي مشكلة في المعصم او الرسغ. I sprained it، التوى. Lifting weights، اثناء رفع الاثقال in the gym، في قاعة الالعاب او القاعة الرياضية. I twisted my ankle playing football، التوى كاحلي اثناء لعب كرة القدم. مثل ما قلت لك الكلمات اللي مكتوبة بالاحمر ضروري ان تحفظها. الطالب ايش قد ما يكون عنده مفردات هواية راح يسيطر على الامتحان ان شاء الله. 13 my toes bleeding، اصبع قدمي ينزف. I cut it on a piece of glass on the beach، يعني جرح أصابني ذلك على قطعة أو سبب قطعة زجاج على الشاطئ. راح نشوف طبعا بالفراغات بنشوف كت جرح أو قص أو قطع بالجسم راح يكون بها bleeding. My lips are really dry and sore، شفتاي lips dry جافة and sore ومتقرحة. طبعا هنا الحل اللي هي الصورة أي الجملة مالت التاسعة إلى آخره. بتلاحظ البي 11 سي 13 دي 5 اي 3 اف 8 جي 6 اتش 2 اي 1 جي 4 كي 12 ال 10 ام 14 ان 7. هاي بالنسبة للطالب اللي إذا يريد الحل، هذا موجود. عندنا مجموعة كلمات تقدر تحفظها. A bad cold، زكام شديد. A broken leg، ساق مكسور عفوا. الطالب مثل ما قلنا ايش قد ما يكون عنده مفردات راح يسيطر ان شاء الله. A motor bike accident، حادث دراجة نارية. Terrible headache، صداع شديد. Accident، حادث. Ankle، كاحل. Bucket، سطل. Cold، برد او زكام. Correct، صحيح. عندنا dizziness، دوار أو دوخة. feel dizzy، يدوخ ويشعر بالدوار. هذا مثل ما قلت لك felt dizzy همينة صحيح. finger، إصبع. fracture، كسر أو يكسر. gym، قاعة ألعاب رياضية. headache، صداع. وعندنا health problem، مشكلة صحية. health، صحة. وعندنا الشخص healthy، معافى أو صحي. knee معنى ركبة. lie down، يستلقي. lie، يستلقي، طبعا نفس المعنى تقريبا. lifting weights، أثناء رفع الأثقال أو رفع الأثقال. lift، يرفع. lips، شفاه. oven، الفرن. pain، ألم. painful، مؤلم. painful، بشكل مؤلم. painkillers، مسكنات. shoulder، كتف. sick، هي معناها مريض بس أنا بالجملة وبالكتاب مالكم جاي على شكل يتقيأ. sickness، مرض. sneeze، يعطس أو عطسة. sore، قرحة أو مؤلم، طبعا معناه متشنج بالنسبة للعضلات. سبرين، يلتوي. وعندنا سفر، يعاني. سفرنج، معاناة. سوالو، يبتلع. تمبرتشر، حرارة. ثروت، حنجرة أو بالعوم أيضا معناه. تويست، يلتوي. وي معناه يزن. وعندنا وي، تلاحظ الفرق بس بالتي، التي هنا الوزن معناه نون، والفي عفوا معناه فيرب. النون ويت، وعندنا الفيرب وي بدون تي. ريست، معصم أو رسو. بالنسبة للأفعال الشاذة اللي موجودة بالدرس، البيس أصل الفعل، بي تي يعني ماضي الفعل، والبي بي باست بارتيسيبل أوف ذا فيرب يعني تصريف الثالث الفعل. بيرن معناه يحترق، الماضي بيرنت بالتي تصريف الثالث كذلك. سبيل، يسكب. سبيلت، لاحظ ال الأخيرة حولنا إلى تي وسبيلت. سويل، سويلد أو سوولن، اثنيناتهم صحيح. bleed، bled. cut نفس الشيء. lie معناه يستلقي او يضطجع. lane، لاحظ الكلمتين تتشابه هنا. lie هذه معناه يكذب، الماضي مالته يختلف عن الماضي الكلمة الأولى. lied. وعندنا break، broke، broken. أكثر الأحيان التصريف الثالث اللي past participle يجي بعد have و has.
اوكي، او ممكن يكون بالمبنى المأجور ايضا، هذا مو موضوع هسه. المعاكسات انت تقدر تحفظها، مو شرط يعني، ما جايب الوزاري كلها، بس تقدر تحفظها. هاي مهمة، correct incorrect، موجودة بالوحدة. الماينر معناه ثانوي، عكسها ميجر رئيسي. healthy عكسها unhealthy، هذا هم مهم يعني غير صحي. bad عكسها good، هاي الطلاب صف الأول يعرفونه. correct عكسها incorrect، صحيح غير صحيح. dry عكسها wet، معناه رطب. اوكي لاحظ، I have break my leg، يعني ممكن يعطيك اياه بالوزاري ان تصحح. فايش راح تسوي؟ I have، اوكي راح تكتب رقم الجملة اذا موجود رقم الجملة، وتكتب كلمة، انا راح اكتبها هنا عفوا، التصحيح راح يصير broken. هاي التصحيح، راح تكتب رقم الجملة، راح تكتب رقم الجملة. اوكي مثلا اذا هذه رقمها رقم واحد، انا راح اكتب رقم واحد واكتب التصحيح فقط، ما احتاج ان اكتب الجمله كامله. ليش انا حولت الى تصحيح ثالث؟ لان جاني قبلها، جاني هاف، هاف او هاز، من يجي وراء فعل، فعل بريك معناه يكسر هنا، من يجي وراء الهاف والهاز فعل، يكون اكثر الاحيان في حاله التصريف الثالث، فالتصحيح فقط راح يصير broken. اوكي نجي على الاكتيفيتي بوك اللي هي بيج 223، من صفحة 2 إلى 3 اللي لها علاقة بالدرس الأول بالوحدة الأولى. Lesson 1 Study Tip Learning Vocabulary. كل طالب عنده طريقة معينة في حفظ الكلمات، أكو طالب يكرر الكلمات، يظل يكرر الكلمات، أكو طالب يكرر كتابتها، أكو طالب أوكي يقول لصديقي اختبرني بالكلمات بعد ما يحفظ الكلمة. اكو طريقة أخرى لتعلم المفردات اللي هي طريقة كتابة الكلمة في مجامع، طريقة كتابة الكلمات في مجامع. مثلا أنا أكتب لي اسم مدرسة، أكتب لي مثلا بورقة أو قصاصة ورق، أكتب سكول، بعدين بنفس الورقة اكتب لي مثلا كلمة بوك، هذا البوك مثلا موجود بالمدرسة، موجود مثلا كلمة باج حقيبة اللي هي علاقة بالمدرسة، مثلا كلمة تيشر العلاقة بالمدرسة، وإلى آخره من الكلمات. فأنا كتبت الكلمات تحت مجموعة سكول، البوك والباك والتيشر بين وبنسل وربر إلى آخره، كتبتها تحت مجموعة وتحت اسم السكول. فطريقة جيدة هاي لحفظ الكلمات، الطالب اللي يريد يحفظ الكلمات يقدر يكتبها بقصاصة ورق، يكتب اسم المجموعة مثلا سكول، ويكتب الكلمات تحت سكول أو مقابل كلمة سكول، حتى يحفظها يعني، يقدر يخليها بقصاصة ورق ويخليها بجيبه، وكل شوية يرجع يستذكرها مرة ثانية. فعندنا كلمة فروت فواكه، عندنا الكلمات اللي تعود لمجموعة الفروت، apples تفاح، عندنا oranges grapes bananas strawberries. طالب يمكن أن يكتبها الكلمات تحت اسم مجموعة فروت. exercise A using a dictionary، باستخدام قاموس، check the meaning of any words you don't know، تأكد من معاني الكلمات التي لا تعرفها. write the words below in the correct set، اكتب الكلمات أدناه في المجموعة الصحيحة أو تحت المجموعة الصحيحة أو مقابل المجموعة الصحيحة. There are five words in each set، هناك خمس كلمات في كل مجموعة. هسه نجي قبل ما أجي على الكلمات، أجي أشوف المجامع إيش عندي. عندنا sets، sets المجموعة، أسماء المجموعة، وعندنا words الكلمات اللي تعود للمجموعة. المجموعة الأولى هي كلمة treatment، مجموعة العلاج، كلمات تابعة للعلاج، خليها تحت اسم تحت مجموعة العلاج. ماخذين كلمة باندج، راح تلاحظون كلمات تحت فوقها خط، فهاي الكلمات تابعة للتريتمنت مثلا، وكلمات تابعة للجوينتس إلى آخره. عندنا جوينتس المفاصل، انكل اللي هي الكاحل. عندنا فيربس الأفعال، عندنا كلمة بريذ معناها يتنفس، انسايد اند اوتسايد ذا
body, inside and outside the body, داخل وخارج الجسم. عندنا blood, الدم, bones, العظام إلى آخره. طبعا الكلمات اللي فوق على خط يعني ماخذيها موزعيها، والمطلوب أن أوزع الكلمات الأخرى مثل ما قلنا هناك 5 كلمات تابعة لكل مجموعة. هسه نجي إلى كلمة بلاستر. بلاستر معنى جبس، معنى جبير عفوا. أوكي، وجبس مو جبس بالربع عفوا. فهاي البلاستر راح نخليها تحت اسم تريتمنت. تريتمنت راح اكتبها هنا بلاستر، انا ما راح اكتبها، فانت عليك انت تكتبها وتقدر تاخذ لك ورقة وتكتبها. عندنا كلمة كوف، يقح ويسعل تحت الافعال. كريم، اوكي، تحت تريتمنت. ني، تحت جوينتس. فينت، يغمى عليه، تحت الفيربس الافعال. شولدر، كتف، تحت الجوينتس. إلبو، المرفق، مع الجوينتس. هارت، انسايد اند اوتسايد ذا بودي، داخل وخارج الجسم. ريست، الرسغ، عندنا ويا الجوينتس. ميديسن، الدواء والعلاج، اوكي، مع تريتمنت. ستمك، بطن، وايضا معناه معده. انسايد اند اوتسايد ذا بودي. بيلز، الحبوب، مع تريتمنت. وعندنا سكين، انسايد اند اوتسايد ذا بودي، داخل وخارج الجسم. سنيز، مع الفيربس. وعندنا سوالو، معناه يبتلع، مع الفيربس. هسه نجي بالنسبه للكلمات، انا يعني موزع هنا، عليك ان تحفظها، ان تحفظها. عفوا، بالنسبه للكلمات هنا توزيعها مو مثل الكتاب، انا شويه غيرت بيها حتى طالب ما يرتبك، اكو شغلات كان هذا تابع الدرس وتابع ملزمتي. اوكي، نجي الى joints of the arm، المفاصل الموجوده بالذراع. احنا كان عندنا 5 كلمات تعود للمفاصل على الجوينتس، هسه نجي نوزع بين المفاصل الذراع ومفاصل الساق. joints of the arm، shoulder، الكتف، elbow، المرفق، وعندنا wrist، الرسغ، والمعصم. joints of the leg، المفاصل الموجودة في الساق. ankle، الكاحل، وعندنا knee، الركبة. طبعا بالامتحان صراحة شوف هذا النماذج الأسئلة الوزارية، ينطيك أول حرف أو أول حرفين مطلوب أنت تكملها. things for covering a cut، أشياء لتغطية جرح. plaster، جبيرة. and bandage، inside the body، داخل الجسم. blood، الدم، bones، العظام. heart، القلب. stomach، المعدة والبطن أيضا. outside the body، skin، خارج الجسم. skin اللي هو الجلد. نماذج الوزاري، joint in the arm يعني مفصل في الذراع، تبدأ ب W، joints of the arm تبدا ب W. عندنا هاي الكلمه تبدا ب W، المفروض اني اكملها ريست، يعني اكمل RIST. طبعا هاي عليها درجه واحده بالوزاري، وطالب السادس يفرق عن درجه ودرجتين، يعني حاجه لهاي الدرجات. joint in the leg، مفصل في الساق، تبدا بكلمه او بالحرف عفوا K. K، ني، اكمل N E E N double E. ankle joint، هاي صيغة سؤال وزاري. ankle joint، انتبه عليه. ankle joint يعني الكاحل، خليها تحت مجموعة المفاصل. الباندج وين اخليها؟ الباندج، اوكي. طبعا هنا طالب قال لي استاذ things for covering a cut، طبعا هي هم صحيحة، بس هي شوي هذه الشرح طويل. هذا راح اسوي شنو؟ لاحظ، باندج راح اقول هذا تريتمنت، هذا الاصح. باندج اسم المجموعه، تريتمنت راح تكتب تريتمنت. انسايد ذا بودي، داخل
جسم تبدأ ب H وتنتهي ب T، تبدأ ب H وتنتهي ب T heart. المطلوب أن أكمل أن أكتب E I R T، T موجود عفوا E I R في heart. هذا سير سلتل وزائل. بالنسبة للتمرين بي يعني هاي محارب داخل الصف يصير بين الطلاب working pairs، اعملوا على شكل ثنائي يعني طالبين. student A chooses one of the problems A to N. الطالب اللي هو مثلا نسميه طالب A يختار واحدة من المشاكل اللي موجودة من A إلى N، اوكي، اللي هي بالصور on page 6 of the student's book، في صفحة 6 من كتاب الطالب. but doesn't tell student B، ولكن لا يخبر طالب B، يعني يسوي له مثلا يخلي ايده على قصته مثلا على اساس هو مسخن لاخره، او يلزم اصبعه على اساس اصبعه محترق، ولكن لا يخبر الطالب الاخر. student B mimes the problem، الطالب الاخر يحاكي او يقلد الحركه المشكله. and student B guesses what's wrong and gives advice، وطالب B يخمن المشكله ويعطي نصيحة. طبعا إعطاء النصيحة راح يكون you should أو you shouldn't، يجب عليك أن أو يجب عليك أن لا. طبعا بعد should أو shouldn't لازم يخلينا فعل مصدر مجرد. لاحظنا student B what's the matter are your lips sore، طبعا هاي كلمة تحفظها are your lips sore تحفظها. شفتاك متقرحتان yes and they are really dry، نعم وهي جافة. student A you shouldn't touch them، فينطي نصيحة يجب أن لا تلمسهما، هذا فعل مصدر مجرد touch. it will make them worse، سوف تزداد حالتها سوءا. you should put a cream on them، يجب أن تضع عليها مرهم كريم. نجي لتكملة الدرس الأول اللي هي الكلمات hurt و sore و pain. لاحظ الكلمات التي لها نفس المعنى أو معاني متقاربة لا تحل محل الأخرى، على الأغلب تستخدم بشكل خاطئ often used wrongly in English، غالبا ما تستخدم بشكل خاطئ. ويسهل علينا استعمال الكلمة إذا عرفنا أن الكلمة هي فعل أم صفة أو اسم. عندي الكلمات ثلاثة hurt و sore و pain. hurt و sore و pain يعني من أقول my shoulder hurts ما اقدر اخلي كلمة pain مكان hurt، ولا اقدر اخلي sore مكان hurt، لان كل كلمة تختلف عن الاخرى، واحدة فعل واحدة اسم واحدة صفة. لاحظ الكلمات hurt معنى يؤلم او يؤذي، وعندنا sore معنى مؤلم متقرح محمر ملتهب متشنج بالنسبة للعضلات. عندنا كلمة pain معناها الم. it hurts إنها تؤلم أو تؤذي. It is sore متقرح متشنج. I have a pain لدي ألم. هاي كل واحدة تختلف عن الأخرى باستخدامها. نجي لكلمة hurt. نجي لكلمة hurt. hurt فعل وماضي هذه الكلمة أيضا hurt. hurt فعل ماضي hurt وتصريف ثالث أيضا hurt. ملاحظة قبل ما أجي للجمل، في حالة المضارع يضاف S إلى الفعل إذا كان الفاعل أو الاسم التي قبلها مفردا. لاحظ my back مفرد، وعندنا today يدل على مضارع، إذا ضفنا S ليش؟ لأن الاسم مفرد ودلالتي للمضارع. في حالة الجمع يبقى الفعل hurt دون أي إضافة. في حالة الماضي أيضا الفعل هو نفسه مع يعني هي بالمضارع، أصل الكلمة hurt ماضي hurt تصريف الثالث hurt، فقط مع الاسم المفرد مع الاسم المفرد وبالمضارع ال hurt نضيف له S. my feet hurt today، لاحظ today مضارع بس feet جمع يبقى مصدر مجرد بدون إضافة. it also hurt yesterday بالنسبة للماضي همين hurt، they hurt yesterday as well أيضا هذه بالماضي فبقى. فقط شنو الاختلاف من يكون عندي مضارع واسم مفرد، الاسم المفرد ياخذ له اس الفعل، الفعل ياخذ له اس بالمضارع. كلمة سور صفة وعلى الأغلب يأتي قبل سور أحد الأفعال where was are or is or am، هذا يعني أفعال to be. my back is sore، أوكي ظهري متشنج. my feet are also sore، قدماي أيضا
متقرحة. They weren't sore yesterday. لم تكن كذلك البارحة. لاحظ sore بالجمل الثلاثة كلها نفسها، لأن الصفة ما تتغير، الصفة تبقى نفسها. كلمة sore هي صفة، فالصفة ما تتغير لا مع الماضي لا مع المضارع ولا مع الجمع أو المفرد، فهي نفسها sore. الصفة هي نفسها في الماضي والمضارع ومع المفرد والجمع. طبعا لازم تخلي ببالك I have a sore throat، هم تخلي ببالك، يعني إذا كان عندي وراها اسم ممكن يكون صفة قبلها. كلمة pain اسم مع المفرد عادة يأتي قبلها أداة مثل a و the. I have a pain، لدي ألم. طبعا لازم تخلي ببالك I have a sore throat، I have a sore throat، هاي تحفظها. I have a pain in my stomach، لدي ألم في معدتي أو بطني. Have you taken any medicine for the pain؟ هل أخذت علاج أو دواء للألم؟ طبعا لاحظ هنا موجود the pain معناه الألم. Yes I took some painkillers an hour ago، نعم أخذت بعض المسكنات painkillers قبل ساعة. Do you have any pains anywhere else؟ يمكن أن يأتي pain في صيغة الجمع، طبعا ممكن تحفظ هاي الكلمات. نجي لاحظ الجملة my arm leg hurts I can't write. Choose. المطلوب أن أختار. شلون أختار؟ كلمة hurt ممكن يجي مع leg، ممكن يجي مع arm، يعني ذراعي يؤذيني أو يؤلمني وساقي يؤذيني أو يؤلمني، اثنيناتهم صحيح. فهاي شبيهة بها، يعني تلاعب بالمعاني، بها تلاعب. لازم تعرف الجملة اللي بعدها I can't write، لا أستطيع الكتابة. زين أنا بيش أكتب بذراعي يعني بيدي، لو أكتبها بساقي طبعا بالآم، فالحل راح يصير my arm، اختار لي arm، أكتب رقم الجملة واختار لك الاختيار الصحيح. my arm hurts، ذراعي يؤذيني I can't write. أوكي، لذلك لا أستطيع أن أكتب. I have a sore pain hurt throat، وهي كلمة throat. لاحظ A موجود هنا، موجود الاسم، فأخذ صفة للاسم sore. إحنا قلنا pain هم من ينسبق بـ A، بس ما يصير هذا مو مكانه، لأن أنا عندي الاسم I have a sore throat. هذا سؤال وزاري. My ankle elbow hurts I can't walk. قلنا الأنكل الكاحل أو المرفق فيناتهم يمكن أن يأتي معهم hurts. لاحظ الجملة I can't walk، لا أستطيع المشي، فعن المشي ما أنت راح يصير بالساق أو أجزاء الساق. My ankle hurts، إذا كاحلي يؤذيني وليس مرفقي يؤذيني، لأن أنا ما أمشي بالمرفق. Exercise C، complete the sentences with the words from the box، أكمل الجمل بكلمات من البوكس. تحتاج أن تحفظ طبعا معاني كلمات، تحتاج أن تعرف شكو قبل الفراغ وبعد الفراغ إيش عندي، وتحتاج أن تعرف هل هاي الكلمة فعل اسم صفة تصريف ثالث تصريف ثاني إلى آخره. نجي راح أقرأ الجمل. Have you got a cold؟ لديك زكام؟ No I always. لاحظ هنا always معنى دائما، أنا بعد الفاعل أحتاج إلى فعل، أحتاج إلى فعل. always دلالة مضارع، دلالة مضارع أحتاج إلى فعل. I always dash when I put a pepper on my food، عندما أضع الفلفل على طعامي. احفظ لك كلمة pepper هنا، إذا ملاحظ توم وجيري أوكي هم يخلون الفلفل وبعدين يعطس واحد من عندهم. الكردي يقول pepper اللي هو أيضا معناه الفلفل تقريبا هي نفسه، فلازم تتذكرك وسنيزينج بالموضوع يعني عطاس. I always sneeze. I always sneeze. دائما أعطس. انتبه كلمة hurt ما يرهم مع الآي، ليش؟ لأن الآي ما يأخذ لفعل بها s. الآي ما يأخذ لفعل بها s. هاي راحت. تصريف الثالث broken ما موجود مثلا عندي اسم حتى يكون صفة الاسم broken، ما عندي have و has حتى أخلي broken. bleeding يحتاج إلى مثلا فعل من أفعال to be. am و is و are was و were مثلا. كلمة pain هي اسم، أخذنا كلمة سيكل، طبعا لازم تعرف معنى كلمة وكلمتين أو ثلاثة مثلا حتى يسهل عليك الموضوع. He was three times in the night. He was three times in the night. I think the food
at the restaurant. عفوا هنا جاي رقم اثنين هي بدون رقم. He was dashed three times in the night. I think the food at the restaurant where he ate. اعتقد بان الطعام في المطعم حيث تناولها wasn't very fresh. لم تكن طازجة. قبل شوي يعني قلت he was sick three times in the night. تقيأ ثلاث مرات في الليل. He was sick three times in the night. تحفظها. He was sick three times. تحفظها. She cut. قبل شوي قلنا من تشوف cut. اوكي. حاول ان يكون هناك عندي bleeding بالفراغ. مو دائما يعني. بس هاي مفتاح انطيكيه. Bleeding بها ing احتاج الى افعال to be قبلها. طبعا هذين من افعال to be هاي تقدر تحفظها. She cut her hand while she was chopping vegetables. قطعت او جرحت يدها بينما كانت تقطع الخضروات. It was a very deep cut. كان جرحا عميقا. And was bleeding a lot. وكان ينزف كثيرا. So she had to go to the hospital and have it stitched. لذلك كان عليها ان تذهب الى المستشفى وتخيطها او تطلب من الممرض او المضمد ان تخيط الجرح. طبعا كلمة stitch فعل قياسي ماضيها بالايدي وتصريفها ايضا ثالث ايضا بالايدي. هاي جاي بالوزاري. My back dash all the time. It only feels okay when I am lying down. My back اسم مفرد وماكو دلالة ماضي. اذا راح اعتبره مضارع. اسم مفرد يحتاج الى فعل منتهي بس. عندي الكلمة الوحيدة اللي بها اس بالنهاية. Hurts. My back hurts. يعني ظهري يؤلمني. Four, she can't play tennis. لا تستطيع أن تلعب التنس. She has dash her right arm. عندي has ممكن أن يكون بالفراغ بعدها فعل في حالة التصريف الثالث. فعدنا اللي فعل في حالة التصريف الثالث broken. She has broken her right arm. كسر ذراعها اليمين. I went swimming yesterday. ذهبت للسباحة البارحة. And now my eyes are dash. الآن عيناي from the chemicals in the pool بسبب المواد أو من المواد الكيميائية اللي كان التي كانت موجودة في حوض السباحة. فمع الآيز أقدر أستخدم sore محمرة أو ملتهبة. My eyes are sore. احفظها. I have a sore throat. My eyes are sore. تحفظها. Where exactly is the. لاحظ قبل شوي قلنا ممكن أن ينسبق كلمة pain بكلمة بالأداة the. Where exactly is the pain? أين بالضبط الألم؟ Okay. Where exactly is the pain? And how long have you had it? ومنذ متى لديك ذلك الألم؟ Seven. It was a very hot day. كان يوما حارا. And she hadn't eaten. ولم تتناول. Or drunk أو تأكل anything all day. أي شيء طوال النهار. That's why she suddenly went pale. لذلك فجأة أصبحت شاحبة. And felt. قبل شوي قلنا feel dizzy. Felt dizzy during the lesson. وشعرت بدوار أو دوخة خلال الدرس. هذه كلمة dizzy. لاحظ كلمة stitch اللي قلت لكم جاي بالوزارية منطيني فعل ماضي فعل ومصدر وماضيها. فمنطيني كلمة stitch لازم تكتبها stitched اللي هي فعل قياسي. بالنسبة للاكسرسايز دي هذا شيء سماعي موجود كتاب الطالب بالنهاية. Listen and choose the correct word. المطلوب أن تستمع وتختار الكلمة الصحيحة to end each sentence في نهاية كل جملة. Write the numbers 1 to 6. يعني راح تسمع جمل وآخر كلمة تكتب رقم 1 إلى 6 جمل 1 إلى 6 in the correct boxes. أنا راح أعطيك معاني كلمة burnt معنى أحرقة. Fractured كسرة. وعندنا swallow يبتلئ. وعندنا swollen معنى متورم. وtemperature حرارة. وthroat
معنا الحنجرة والبلعوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى للجميع الموفقية والنجاح بعونه تعالى.